السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديدات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. قصة اليوم خاوتي نتكلموا على مباراة الأمس، مباراة الجزائر ليبيريا والفوز العريض للمنتخب الوطني، على الأداء الراقي وعلى الخطة والنهج التكتيكي الذي شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي. رضا كبير من عند الجماهير الجزائرية، وبدأت تعرف صراحة باللي اللي فات ماشي كما اللي جي، وديك الأيام نداولها يوم لك وأيام عليك، هذه هي الدنيا. ما نجموش نغدو عايشين غير في الباسي، غير في الماضي. الماضي الان رانا في المستقبل والحاضر، والمستقبل هو الحاضر والمستقبل هو بيتكوفيتش. بيتكوفيتش اثبت لزعماء الهيشر وبعض المهيشرين بانه يشتغل واذنه مغلقه على زعماء الهيشر. زعماء الهيشر في وضعيه محرجه، منتخب يفوز بالاداء والنتيجه، مباراة أولى ضد منتخب قوي جدا، منتخب غينيا الاستوائية، يعتبر الآن في الوقت الحالي من أحسن المنتخبات الإفريقية، يلعب كرة قدم عصرية. بعد الشوط الأول ممل، ليش كارثي هايشر وزعمهم قالونا بلي الشوط الأول ضد غينيا الاستوائية كارثي. لا لا موش كارثي، أسوء غينيا الاستوائية صالت وجار وضبط الباروتة ونقعدو يموت. لا الشوط الأول ممل ضد غينيا الاستوائية، ولكن الشوط الثاني شفنا لمسة المدرب، وقلنا لكم مازال تكلمت انا ومازال نقول بلي لمسة المدرب ستكون بداية من شهر مارس القادم، مارس 2025 تماك نشوفوا اللمسة الحقيقية، تماك تحاسبوا سيتو ما غادي يلعب دور لي 3 موا اكتوبر طوغو الي روتور ونوفمبر ان شاء الله نروحوا لغينيا الاستوائية ونجيبوا لايبيريا، تماك نقيموا سبتمبر حاسبه عفوا مارس 2025 في كوب دي موند تماك المحاسبه، تماك المحاسبه تولي علي روتول. وجات المباراه الثانيه 6 تاع ليزابسونس، ونادو جا مع 10 فلان 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 ويضبحوا ويطونزوا، يقول لك دار السبيطار ويقول لك لا وراك رايح. اصبر يا سيدي اصبر غير بشويه وتشوف، شنو مقنطك على فرفرتك تحمى عليها الهيشر. شوف قلتو الماتش يتعاود، قلتو فلان دار شوف دافعتو على زطيواش راح، دافعتو على مارتن فاف راح، دافعتو على زفزاف راح، دافعتو على مقدس راح. انتوما دي بورتمالير، انتوما سما وجوه تاع شهر والطامكم ما عندكم متابعين تاعكم. انا هادي لا نبداو خدي شكون يتبعكم، تحسب الجنون راهم تبعهم ولا دوباب الكترونيا يشوف فيهم، تحسب هذوك حاجه اصطناعيه والله ما فهم، ما عاد هادو يفهموا مشاريع هاد الناس يتبعهم. هايشر يتبع انت هايشر، هايشر مسكين الله غايب. كاين هايشر درجات، كاين هايشر يفيق ويقول لك ندمت كنت مع هايشر وراني رجعت للصواب، وكاين لي هايشر داب 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 اوريجينال ما عندك وين تروح به، دابه دابه وحطها ربي. هاش يكونوا متفاهمين، دابا وحطها ربي. شاهد مباراة ليبيريا، غيابات 6 إصابات، غياب شعيبي، غياب بن طالب، غيابات عدة غيابات مؤثرة مؤثرة. إبراهيمي واحد 12 جوار ولا 11 جوار طوب، بوداوي واحد 10 ولا 11. أنا هاي شراوته معاهم قالك سي بون في ليبيريا رك رك، بعد الضجة قال لك نديرو بالبالة نخلطوها نقولو بلي فلان مريض فلان الجروب راه مطرطق طاطاطي طاطاطق، خلطو لها جدها. والهايشر تمشاو قال لك كاين إنا، هايشر تمشاو قال لك كاين إنا وبيت انتخاب راهم هايشر، قال لك هادي لوكازو باش ندقدقوه مع ليبيريا ونخرجو. هما هما الماس يمحو ماس مباراتو ديفاتو ملاح، أجواء طمعو خصنا مع لاكيني إيشاك هذاك بأتم معنى الكلمة، ريكوبيرينا مع أوغندا، كانوا باغيين نروحوا مع أوغندا والسيوفا، كانوا غادي الصيف يفوتوا غير بالخدامة، أوغندا حبست لهم السيوفا،
قال لك نقارعوا مارس، مارس قال لك غينيا استوائيه ربحت الكوت ديفوار 4-0، ايكيب شابه يلعبوا اسبانيول من نوض، قال لك ما مشات لهمش مع غينيا، قال لك هي نطردقوها مع ليبيريا، نطردقوها مع ليبيريا ونخاطروا لها جده. ليبيريا اداء ونتيجه، ليبيريا منتخب تحت المتوسط من الدرجه الرابعه في افريقيا، ولكن تاني ليبيريا دارت في الطوكو ما ننسوهاش يا خاوة. أمانة ربحناها ومش الشوط الأول، قلت الشوط الأول عاميت، لذلك الشوط الأول قيس فور كاع قيس قيس مقاومة إقليمية معايا وين باغي نروح بيك. وجا مع صغار قال لك ها واه لعبنا مليح بصح ها وليبيريا ها وحنا كاع قلنا بلي ليبيريا موين قلناها. وقلنا هذا بيتكوفيتش مني غلط نقولو غلط، درتو حالة على القائمة، درتو حالة نتوما وزعما، ولكن لا سي بون سي ست نقاط سيبتمبر غادي يفوتو كالم. دوك تشوفو محرز غادي يلعب مع السعودية غادي ينوضو ها يلعب على روحو ها ولا هو حنا تاع المعنى تاع محرز مبغاش يروح ليبيريا ما حلا فريقك. عوان باش يروح معليش روح، هما خافوا باش يلعبوا في الكازون تاع العشب الاصطناعي وكانتهم اصابات خفيفه خافوا تفاقم راحوا ربي سهل. ولكن اسكو ربحنا البديل ما ربحنا، ربحنا البديل. عاش ان تكره شيئا وهو خير لك، هذا الكوتش اللي انتيليجون ذكي قال خليهم يروحوا ندير لي زيسي تاوعي. اخويا روحت اخويا لعب حبيبنا من زياده المشباب لعب زرقان دا ماتش شباب، ما عندي ما عندي لك زرقان يلعب تريح، انت ذاك العام مسح حقيتك ما واش تروح، سيبو، ما فيها قول، هادي، أين هو المشكل؟ درنا البديل، خطة، انتهجنا خطة جديدة، خطة تكتيكية، 3-4 ولا 3-5 دو بور مو سي باراي، أنا قريتها 3-4 وكاين أخصائيين قراوها 3-5 دو، معليش كيف كيف، المهم لعبنا بالثلاثة ولعبنا على الأروقة، كانوا لي فارسي ولي حجام، فالتربص ربحنا فارسي، ربحنا حجام، ربحنا زرقان، ربحنا عدة نقاط خاوة، ها حجام، فارسي وزرقان، ودنا خطة جديدة، ما يقولوا خطة كلاسيكية، ولكن خطة، ومشات وكرازت ليبيريا، كان يقول كله قارع السنغال هي بشوية بشوية. بشوية بشوية نحكو السنغال نحكو الكوت ديفوار نحكو هادوك مباريات عندهم الند للند، كل مباراة تكون ميت تتلاقى مع المغرب ولا تتلاقى مع الكوت ديفوار ولا مع الكاميرون تولي الند بالند، هادي هي هذا هو الفوتبول، كل مباراة عندها خصوصية تاعها. عندنا دروك مع الهايشة شنقولكم الله يشافيكم هذاك من اليوم الصباح قلت والله نروح نشوف شوية شفت غير واحد الزعيم ولا شفت هذاك الغايطة ما شفت غير الغايطه واحد قال لي المسيل ما قال لي ارقد ارقد قاعد يرقد شفتو المسيل ماشي قال قبل الماتش قاعد يتنزل على التشكيله تاع درتها انا درتها ديتها من تيك توك ودرتها في لاباج تاع اوروفينا كدي زاد تشبع الضحك يا جدك يا خرا الهايشة. المهم المنتخب في ايادي امينه، هما كانوا يقرعوا التهراس ويقلعوا منه ويديروا راحوا يفوطوا شبعوا فوط ها راحوا يفوطوا قال لك نفوطوا باش تبوا لي الاتحاديه العايشة العايشة تبوني كاع الاهلاهيكم يلعب صادير صادير كنت كي ندير معاك دوك صادير ان شاء الله ربح لي دو ماتش نربحوهم ان شاء الله لي ماتش تاع طوكو نربحوهم ان شاء الله وان شاء الله لي ماتش تاع نوبو نربحوهم هيك غادي تنحو صادير واعره هاي تصعب عليكم العايشة ها انا ما عندي ما نروح ليكم فوطيتو هيا فوطي مليح صحتك ان شاء الله ربي انا فوطيت انا ما فوطيتش والله ما فوطيت نورمال شو فيها حكم شو ما فوطيتش ما فوطيتش هيا وانت فوطي ويقولوا لك سادي خلاص دا سيدة العيشة ها 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 وقال لك فوطي فوطي بس يقلع سادي شوف ال شوف الدابات كي دايرين هواي هوايش بأتمنى الكلمة زعماء العيشة يلفظون اخر انفاسهم عشان ندير لكم مصالحة وطنية ندير لكم وئام مدني ولا كيفاه استسلام تستسلموا ما فيكمش الامان
انتم اللي تبيعوها خطأ تبيعوها، انتم تبيعوا ارواحكم، انتم تبيعوها، يعني انتم الهدف تاعكم تقضوا صوالحكم، ما عندكمش كاع نيه فايده تاع المنتخب ولا الفايده تاع الكره الجزائريه. حنا نقول غير صادي نازيه وجبنا النزهاء، هذا ما نحاولش نفهمه، ما نحاولش. انتم على الانتيري صحيح تريكويات وسيلفات مود براهم ياخذ خليط، حنا راجع صادق راه لكم كلش كان جبانا د ملعت جيبوا لي كاش وعدنا راه هنا بيقوا عند صادي كاش صادي ولدو ويت سوف سوف يا جدك ما يفوتش معاه ليطو رقد يا لكم خاوتي وانتم تي فلاجيلي، ونعاودكم فيديو ان شاء الله باذن الله، خاصه على المدرب تاع اللياقه البدنيه. السلام عليكم.